بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موظفين في سلسلة من محاضراتنا في لغة الجافا، طبعا شغالين في هذه الدورة بدورة البروجكت باستخدام لغة الجافا. في هذه الدورة استخدم السويد. آخر جزئية كتبنا عنها مثلا لما نيجي اعمل رن اجي اعمل رن لللوجن، تمام، الصرافة الآلي، هنا رقم الحساب وهنا البي اي ان، واعمل تسجيل دخول. انا لو ما عندي حساب هانجي شنو انشاء حساب، اقول له انشاء حساب، مجرد ما اقول له انشاء هيوديني فين؟ هيوديني للصفحة دي رقم الحساب والحاجات زي دي. ونشوف الكلام ده واحد واحد. يلا يا شباب، من هنا هيعمل نيو جي فريم مثلا، سميها كاون، اكاون طيب محتاج لكم ليبل؟ أول ليبل عندي، ثاني ليبل، في المربرة دي والفون مثلا رقم الحساب، رقم الحساب ICR number، نعم، ونك BIN ثاني نوع حساب، نوع الحساب هنا النوع ذكر أو أنثى، طيب هنا العنوان يلا من هنا أيام التاكسي فير،
طيب نوع الحساب دي اعمله كومبو بوكس. نوع الحساب خليها كومبو بوكس. في الكومبو بوكس اخش في ال هيكون عندها المودل. طيب اول مودل مثلا اقول انه select طيب نوع الحساب اول حساب اللي هو هيكون عندي هنا مثلا saving او carry اللي هو حساب جاري. طيب النوع هيكون شنو؟ يا اما ذكر يا اما انثى. هعمل ايش؟ هعمل راديو بوتون. راديو بوتون تمام. نخليها بوتون جروب. ريدي بوتون او ريدي بوتون. مثلا سينو يعني مذكر او انثى اول حاجة radio button. Yeah, I'm so. تمام. نيجي للعنوان هيكون شنو؟ تاكسي كاب. العنوان هخليها تاكسي كاب. بعدها أجي لصيد الشمال اللي هو الاسم تاريخ الميلاد والدولة. أول ليبل عندي، ثاني ليبل، ثالث ليبل، رابع ليبل، الاسم وتاريخ الميلاد والدولة. الاسم تاريخ الميلاد مثلا الدولة. طيب رقم الموبايل سؤال الأمان والإجابة. رقم الموبايل رقم الموبايل سؤال الأمان. سؤال الأمان يعني لو أنت إذا سؤال أمان مثلا الإجابة
تمام، ما زال هي هتكون هنا تاكسي فير تايلي تاكسي فير تاريخ الميلاد ممكن أعملها ديت يبقى ديت فوزر ديت فوزر تمام. الدولة مثلا نعملها كومبو بوكس خليها في هنا في كومبو بوكس الدولة الموبايل ممكن أخليه تاكسي فير طيب بعد ما نحتاج إلى هنا نحتاج إلى البوتون البوتون من هنا تايلة 3 بوتون طيب سيف واعمل باك واعمل كلير سيف اول بدون عندي سيف باك اخر حاجة اللي هي كلير اعمل باك اعمل سيف ممكن اكبر الخط
Tamam. Ayağımı alırım. Dur, bir daha gir. Tamam. Tamam ya cevap tamam. تقول تمام ولا لا لا أجيب هي مثلا جاء بطريقة ممتازة و مثلا نوع الحساب saving أو current هتعمل هتعمل في البيانات بيانات دي هتكون شنو أوتوماتيك جنريت أوتوماتيك. إن شاء الله نشوف المحاضرة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.